مساء الخير وكل سنة وانتم سالمين. مع بعض كعائلة واحدة برعاية مار يوسف في جبل عمان بنلتف حول شفيعنا في عيده، طالبين منه الحماية، طالبين منه شفاعته لخلاص هذا العالم من كل وباء ومن كل خطر، ومنصلي من أجل جميع الكنائس اللي بتحمل اسم هذا القديس العظيم وجميع الأشخاص أيضا اللي حملوا اسمه بأسمائهم الطبيعية أو بالعماد، حتى يباركهم، يبارك مسيرتهم ويقويهم على تحمل جميع الصعاب. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة الأحباء، في خضم مسيرتنا في الزمن الأربعيني نذكر أننا دائما مدعوون لتقديم توبتنا إلى الرب كي يمنحنا الصفحة والغفران ويجعل نفوسنا طاهرة نقية مستحقة أن تقترب من هذه الأسرار المقدسة. وبندامة صادقة نصلي قائلين: أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة بأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا، لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي. رحمنا الله القدير، غفر لنا زلاتنا وبلغ بنا الحياة الأبدية. يرحمنا
تضرعا. المجد لله في العلا وعلى الأرض سلام، نسبح نباركك نسجد لك المجد. يا أيها الجالس من عن يمين لنصلي. أيها الإله الأزلي القادر على كل شيء، يا من أقمت القديس يوسف في فجر العهد الجديد حارسا أمينا على بواكير أسرار الفداء، امنح بشفاعته الآن كنيستك أن تسهر على عمل الخلاص وتواصله دائما. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدوس إلى دهر الدور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر الملوك الثاني. في تلك الأيام كان كلام الرب إلى ناتان قائلاً: اذهب وقل لعبد داود هكذا يقول الرب، أأنت تبني لي بيتاً لسكناي؟ إني لم أسكن بيتاً مذ يوم أخرجت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، وإذ تمت أيامك واضطجعت مع آبائك وأقمت من يليك من نسلك الذي يخرج من صلبك وأقررت ملكه فهو يبني بيتاً لاسمي، وأنا أقر عرش ملكه إلى الأبد، أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً، ويكون بيتك وملكك ثابتين إلى الدهر أمام وجهك، وعرشك يكون راسخاً إلى الأبد. كلام الرب. الشكر لله. سأتغنى بمراحم المولى وأعلن أمانتك بفمي جيلاً فجيلاً، لأنك قلت سيبقى الوداد قائماً أبداً، جعلت وفاءك في السماء وطيداً. بمراحم قطعت مع من اصطفيت عهداً وأقسمت لداود عبدي
سوف أؤيد ذريتك سرمدا وأقيم عرشك جيلا فجيلا. وهو يدعوني إنك أبي، أنت إلهي وصخرة خلاصي، إلى الدهر أديم له ودادي وسأظل له وفيا بعهدي. القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، الوعد الذي وعده إبراهيم أو ذريته بأن يرث العالم لا يعود إلى الشريعة بل إلى بر الإيمان، فالميراث يحصل بالإيمان ليكون على سبيل النعمة، ويبقى الوعد جارياً على ذرية إبراهيم كلها، لا على من ينتمون إلى الشريعة فقط بل على من ينتمون إلى إيمان إبراهيم أيضاً، وهو أب لنا جميعاً. فقد ورد في الكتاب: إني جعلتك أباً لعدد كبير من الأمم، وهو أب لنا عند الذي به آمن، عند الله الذي يحيي الأموات ويدعو إلى الوجود غير الموجود. آمن راجياً على غير رجاء فأصبح أباً لعدد كبير من الأمم، على ما قيل: هكذا تكون ذريتك، فلهذا عد له ذلك براً. كلام الرب. الشكر لله. سكان بيتك يا رب، إنهم لا يكفون عن تسبيحتك. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب شريف من بشارة القديس متى الإنجيل الباشي. المجد لك يا رب يعقوب ولد يوسف زوج مريم التي ولد منها يسوع وهو الذي يقال له المسيح. أما ميلاد يسوع المسيح فهكذا كان: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف وجدت قبل أن يتساكنا حاملا من الروح القدس، وكان يوسف زوجها باراً فلم يرد أن يشهر أمرها، فعزم على أن يطلقها سراً، وما نوى ذلك حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك، إن الذي كون فيها هو من الروح القدس.
وسترد ابنا فسمه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، فأتى بامرأته إلى بيته. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. من أجل كلامه الحق بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. جديد مساء الخير للجميع الحاضرين والمشاركين عبر النورسات، ولجميع اللي بيحتفلوا بعيد شفيعهم عيد القديس يوسف. لما الكنيسة بتحمل كنيسة أو مكان أو مؤسسة اسم قديس، الهدف بيكون دائماً إنه تضع هذا البناء وهذه المؤسسة تحت عناية هذا القديس، وأيضاً حتى تضع نوع من الروحانية في هذا المكان، في هذه المؤسسة، في هذه الرعية، في هذه الكنيسة. واليوم نحن كأبناء كنيسة مار يوسف، لما منذكر ومنفكر بشفيعنا منوجه تفكيرنا بناحيتين: أولاً الاقتداء بمار يوسف حتى نبني روحانية رعوية اللي تجمع جميع أبناء الرعية، وثاني شيء طلب شفاعة القديس يوسف. الاقتداء بيوسف موضوع مش سهل، لأن الكتاب المقدس كان مقتضب جداً بالحديث عن القديس يوسف، ولكن القليل اللي ذكره الكتاب المقدس كافي إنه يعرفنا على عمق أمانة وطاعة هذا الإنسان القديس أمام الله. أحداث بسيطة اللي ذكرها الكتاب المقدس، ولكن إلها دلائل عميقة في حياة هذا الإنسان، وبتكشف عن أبعاد عميقة في حياته وفي مسيرته اللي بتساعدنا إنه نقتدي فيه. من إنجيل اليوم بيقول: وكان يوسف زوجها بارا. هذا اللقب اللي أخذه القديس يوسف من الكتاب المقدس على لسان الإنجيل متى، واللي هو عنوان لحياة طويلة، حياة مخفية نحن ما بنعرف عنها شو كان القديس يوسف قبل هذا الحدث، سوى إنه كان نجار ما عندنا معلومات كافية عن حياته. ولكن لما بيقول القديس متى وكان يوسف زوجها بارا، عم بعطي عنوان كامل لحياة هذا الإنسان، لحياة هذا القديس. وهاي البرارة ظهرت في حياة يوسف بتواضعه، في قبوله لمشيئة الله في كل شيء طلبوا منه. هذه الطاعة الكاملة اللي ظهرت في حياته، بالرغم من أنه كل ما طلبوا ربنا منه كان عكس المنطق البشري، عكس المنطق اللي بيمشي فيه بحياتنا، ولكن باسم الإيمان وبقناعة الإيمان كان دائما القديس يوسف يمشي بحسب مشيئة الله وإرادة الله، بحسب إلهامات الله من خلال الحلم. كان دائما الله يكلم القديس يوسف من خلال الملاك في الحلم، وكان يوسف يعتبر هذا الشيء هو أمر من الله، وبالتالي يقدم فقط الطاعة لمشيئة ربنا، وأتم كل شيء
وكان الأمين والطائع بمسيرة الخلاص اللي تمم كل ما طلب منه بطاعة كاملة بإيمان كامل وبحرية كاملة. الله ما سلب حرية القديس يوسف، وإنما قدمها القديس يوسف بكل طواعية، بكل محبة، وبكل إيمان بالرسالة اللي اختاره ربنا لإلها، لأنه حياته مع ابن مريم العذراء ومع يسوع المسيح اللي تزينت بالعفاف، اللي تزينت بالمحبة، اللي تزينت في القداسة، هي أكبر مثال وأكبر قدوة لعائلاتنا اليوم، هي أكبر مثال وأكبر قدوة للعمال اليوم. لأن القديس يوسف في عمله، بثباته، بإيمانه، بطاعته، هو قدوة لنا جميعا. وبالتالي نحن بحاجة أنه نبني هاي الروحانية الرعوية بحيث أنه تكون هاي الصفات المميزة القديس يوسف هي عناوين متابعتنا الروحية في حياتنا وفي مسيرتنا اليومية، بصلاتنا، بتأملاتنا، بكل احتفالاتنا اللي منقيمها. لازم هاي الصفات الروحية اللي تحلى فيها القديس يوسف وحملها، واللي نحن دائما نتغنى فيها خاصة في طلبته، نقدر نحن كمان نحملها بمعونة ربنا وبنعمة ربنا وبإرادتنا الضعيفة. هذا الشيء اللي قدر يقدمه القديس يوسف لربنا، إرادته البسيطة وضعها بين إيدين ربنا، ومن خلالها قدر ربنا أنه يتمم مسيرة الخلاص، أنه يتمم وعود الخلاص، ويكون يوسف هو الأب الشرعي ليسوع، وهو الحارس الأمين لعائلة المقدسة ولأمنا مريم العذراء. فهذا الإطار اللي نحن نتكلم فيه ومننظر لإله للقديس يوسف كقدوة في حياتنا، وبحاجة أنه نعمق هاي المسيرة الروحية بشكل يومي بصلاتنا، بطلباتنا. وهذا اللي بنقلنا للجانب الثاني من نظرتنا للقديس يوسف، هو شفيعنا وشفيع الكنيسة وحامي الكنيسة. هاي السنة اللي بنحتفل فيها بمرور 150 سنة على إعلانه هو حامي الكنيسة وشفيع الكنيسة، تجعلنا نفكر ونعود لأساسات الموضوع. إذا كان الله في مجده ائتمن القديس يوسف على ابنه، كيف ما بده يأتمنه اليوم على كنيسته؟ إذا في القديم الله الآب وضع القديس يوسف مؤتمن على ابنه، ابنه الوحيد، ابنه الحبيب، هو اللي رعاه، هو اللي رباه، هو اللي كبر معه، هو اللي علمه النجارة، هو اللي حماه وأحبه مع مريم العذراء. فإذا كان الله الآب ائتمن القديس يوسف على ابنه، كيف اليوم ما بده يأتمن القديس يوسف على الكنيسة اللي هي جسد يسوع، اللي هي امتداد حضور المسيح في هذا العالم؟ فبالتالي الله جعل القديس يوسف مكانة عظيمة في الكنيسة، وهذه المكانة جعلته حارس الكنيسة المقدسة وحارس الأسر المقدسة، مثل مكان في القديم وقبل 2000 سنة مع عائلة الناصرة، مع مريم ويسوع. هو اليوم بتمم نفس الدور من خلال ممارسته الشفاعة من أجلنا، من أجل الكنيسة، من أجل جميع مؤسساتها، ومن أجل جميع رسالتها. فهذا الشيء اللي نحن بحاجة أنه نآمن فيه، أنه ننظر للقديس فيه بثقة وبإيمان، حتى نقدر أنه بالفعل ننال هذه الشفاعة وننال هذه القوة وننال هذه الحماية من ربنا بشفاعة القديس يوسف، إذا نحن طلبناها بثقة وبإيمان. وهون بحب أعود لرسالة البابا فرانسيس بمناسبة هذه السنة، سنة القديس يوسف، واللي ببدايتها بيقول إنه كتبها بناء على خبرة شخصية. وهذا الشيء اللي بيظهر في حياة البابا فرانسيس، إنه في علاقة ثقة بينه وبين القديس يوسف. فقبل حوالي سنتين في اجتماع عام لرؤساء الرهبنات، ضم حوالي 140 شخص من رؤساء الرهبنات في العالم كله، كان التساؤل أمام قداسة البابا: شو سبب سلامك الداخلي؟ يعني كل هالمشاكل
في الكنيسة، كل هالصعوبات اللي عم بتواجهها، ولكن في هدوء وفي سلام في إدارتك في الكنيسة. بلش قداسة البابا جوابه بممازحة، قال لهم أنا ما بأخذ حبوب مهدئة، ولكن أشار لهم إلى تمثال القديس يوسف النائم اللي موجود على الهيكل، واللي كان متعود قداسة البابا بكل بساطة وبكل إيمان وبكل ثقة، شو في عنده طلب، شو في عنده احتياج، شو في عنده صعوبة، بكتبها وبضعها تحت التمثال. وقال لهم التمثال حاليا عنده فرشة كبيرة اللي نايم ومرتاح عليها من الطلبات اللي وضعها قداسة البابا تحت القديس يوسف. فهذه العلاقة وهذه الثقة وهذه المحبة الخاصة جعلت البابا فرانسيس إنه يشعر بأمان وبسلام بسبب استسلامه لهذه المشيئة، لهذه الحماية اللي بيقدمها القديس يوسف، واللي احنا اليوم مدعوين بهذه السنة وباحتفالنا في هذا العيد إنه نضع ثقتنا أيضاً بشفاعة وبحماية القديس يوسف، ونحن قادرين إنه هو اللي نام مضطرب والأفكار في راسه، ولكن في المنام كلموا الملاك وطمأنوا وقام وتمم مشيئة الله. فنحن أيضاً بالحلم نطلب منه إنه يرفع طلباتنا، يرفع صلواتنا، يرفع احتياجاتنا لربنا، حتى ننال كل نعمة وكل بركة من ربنا بشفاعة هذا القديس العظيم. فصلاتنا اليوم إنه ربنا يباركنا، يبارك جميع الرعايا ويبارك رعيتنا بشفاعة هذا القديس العظيم، ويعطينا إنه دائماً نمشي ونسير بحسب مشيئة ربنا واقتداء بهذا القديس. آمين. نؤمن بإله واحد، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب. إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة الأحباء، إن الله قد أعد بما طبع عليه يوسف النجار من البر والقداسة بيئة صالحة وأسرة مقدسة لابنه يسوع المسيح، وهيأ جوا مؤاتيا لأمومة العذراء المباركة. لذلك نصلي من أجل أن نقتدي بيوسف الصديق ونسلك مثله أمام الله بالبر والقداسة. من أجل أن يكون يوسف الصديق حامي طفولة يسوع وأمومة مريم، حاميا لنا على دروب البر والقداسة، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن يكون أرباب الأسر أهلا لإعداد أبنائهم لمعركة الحياة بالسيرة الصالحة والانصياع في كل أمر لمشيئة الله، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل المؤمنين التابعين لكنيستنا ليروا مشيئة الله في مصاعب الحياة ويعتنقونها بحب وصمت، مثل ما رأى يوسف الصديق واعتنق، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل كل عامل في الحياة
ليتحقق من أنه بعمله يسهم مع الله في عملية الخلق والإبداع. إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أن يكتب لنا الله ميتة صالحة كما كتب ليوسف الصديق بين يدي يسوع وأمه مريم. إلى الرب نطلب: استجب يا رب. وبإيمان وثقة لنرفع أمام الرب طلباتنا واحتياجاتنا الخاصة. إلى الرب نطلب: استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من اتخذت من السيدة العذراء أما لك ومن يوسف الصديق حاميا ومربيا، نسألك فآتنا من نورك ونعمتك ما يمكننا من أن نعيش حياتنا ودعوتنا على أعلى مستوى من الالتزام بمشيئتك القدوسة. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. صلي الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. أعطنا يا رب أن نقتدي بتقوى القديس يوسف في خدمته لابنك الوحيد الذي ولدته مريم البتول، فنكون أهلا لخدمة مذابحك المقدسة بقلوب نقية صافية
بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنما لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، وأن نعظمك بالتسابيح اللائقة ونجلك ونمجدك في عيد القديس يوسف. إنه الرجل الصديق الذي اخترته خطيبا للبتول والدة الإله. إنه العبد الأمين الحكيم الذي أقمته على أسرتك ليحرس برعاية أبوية ابنك الوحيد الذي حبل به بقوة الروح القدس يسوع المسيح ربنا. به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسراطين منها يرتعدون، والسموات وقوات السموات والسارفيم الطباويون بهتاف واحد إياها يبجلون. فيا كنسة لن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين: الأب الرؤوف، نسألك مبتهلين بابنك يسوع المسيح أن تقبل هذه التقادم والقرابين وتبارك هذه الذبيحة الطاهرة التي نقدمها لك من أجل كنيستك الجامعة المقدسة، فامنحها السلام واحفظها واجمعها برباط الوحدة واشملها برعايتك في المسكونة كلها. وإننا نقدمها لك مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطرياركنا بيير باتيستا وجميع الذين يسهرون على الإيمان الرسولي القويم. اذكر يا رب أبنائك المؤمنين، نذكر من نريد أن نصلي من أجلهم من الأحياء. واذكر يا رب جميع الحاضرين ها هنا والمشاركين معنا الذين أنت بإيمانهم وتقواهم عليم، فنحن نقدم لك عنهم ذبيحة التسبيح هذه، وهم يقدمونها لك معنا ويؤدون الإكرام إليك أنت الإله الأزلي الحي الحقيقي، رجين لهم ولذويهم الفداء والخلاص والسلامة. وإننا مع الكنيسة بأسرها نذكر ونكرم أولاً سيدتنا مريم المجيدة الدائمة البتولية والدة الإله يسوع المسيح ربنا، ثم خطيبها القديس يوسف العفيف، ورسلك وشهدائك الأبرار بطرس وبولس وأندراوس وسائر القديسين، فامنحنا بصلواتهم واستحقاقاتهم عونك وحمايتك على الدوام. اللهم تعطف علينا واقبل تقدمتنا نحن قدامك، بل تقدمة أسرتك بأجمعها. احفظ أيامنا في سلامك، ونجنا من الهلاك الأبدي، وضمنا إلى جماعة المختارين. اللهم قدس هذه التقدمة بقوة بركتك، اجعلها لائقة بك مرضية لديك، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم ابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا، فهو
في الليلة السابقة لألامه، أخذ خبزاً بيديه المقدستين المكرمتين ورفع عينيه نحو السماء: إليك أيها الآب القدير، فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ هذه الكأس الجليلة بيديه المقدستين المكرمتين، فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، يصنع هذا لذكري. بجسدك ودمك تعال واسكن في قلوبنا، تعال تعال تعال. فها نحن خدامك وشعبك المبارك، نحيي أيها الآب ذكرى آلام ابنك المسيح ربنا وقيامته من بين الأموات وصعوده المجيد إلى السماء، ونقدم لجلالك السامي من هباتك وعطاياك هذا القربان الطاهر المقدس، خبز الحياة الخالدة وكأس الخلاص الأبدي. فنسألك أن تنظر إلى هذه الذبيحة نظرة العطف والرضا، وأن تقبلها كما قبلت قرابين هابيل عبدك الصديق وذبيحة إبراهيم أبينا والتقدمة النقية التي قربها لعزتك الإلهية ملك صادق كاهنك الأعظم، ليقدم ملاكك القديس هذا القربان على مذبحك السامي أمام جلالك الإلهي. وكلما تناولنا من هذا المذبح جسد ابنك ودمه الأقدسين فلنمتلئ من كل النعم والبركات السماوية. اذكر يا رب أبناءك الذين سبقونا بعلامة الإيمان ورقدوا في سلام. نذكر الموتى المؤمنين. نسألك يا رب أن تسكنهم وجميع الراقدين في المسيح مقر السعادة والنور والسلام. أما نحن خدامك الخطأ الواثقين برأفتك، فاجعل لنا نصيبا في شركة الرسل والشهداء مع يوحنا المعمدان واستفانوس ومتية وبرنابا وسائر القديسين، ونسألك أن تقبلنا في عدادهم لا لاستحقاق منا بل بفضل حلمك الواسع، بالمسيح ربنا الذي به ما زلت أيها الآب تبدع كل الخيرات وتقدسها وتحييها وتباركها وتمنحنا إياه. إلهي رفعت إليك يدي حاملتين
جسد اقبله كاسة تبارك فيها الدم. إلهي رفعت إليك يدي حاملتين الجسد اقبله كاسة تبارك فيها الدم. إلهي رفعت إليك يدي حاملتين جسد اقبله كاسة تبارك فيها دم. والآن إخوتي الأحباء لنعمل بمشيئة الرب يسوع مصلين الصلاة التي علمنا إياها والتي بها نذكر أننا جميعا إخوة أبناء أب واحد، ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف منح السلامة في أيامنا، عضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد. مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلام يمنحكم. لا تنظر إلى ضعفنا وخطايانا بل إلى إيمان ومحبة كنيستك، وتنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة المسيح تبادلوا التحية. هوذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة. جسد المسيح ودم يحفظ نفوسنا وأجسادنا للحياة الأبدية. لنستعد بإيمان وتقوى للتناول الروحي. أيها الرب يسوع، إني أؤمن بأنك في القربان حقا، وأحبك فوق كل شيء، وأشتاق إلى قبولك في نفسي. وإذ لا أستطيع الآن قبولك في القربان الأقدس، أرجوك أن تأتي وتسكن فيا. I'm
لنصلي. غذيت من هذا المذبح أسرتك المبتهجة بعيد القديس يوسف، فاحمها يا رب واحرسها على الدوام، وواصل لها عطاياك السنية بالمسيح ربنا. سنة جديد، كل سنة وتسلمين للجميع. ربنا يبارك بيوتكم وعائلاتكم ويحمي الجميع بشفاعة القديس يوسف. الرب معكم ومع روحك أيضا. وبشفاعة القديس يوسف حارس الكنيسة المقدسة ليبارككم الله القادر على كل شيء، ألا ولبن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.